إنه سبق إنساني يهم كل الإنسانين. يوجد نمط معماري لجلب الماء من مكان بعيد. يوجد أشكال هندسية مذهلة. تميزوا في هذه الميزة اللي هي العمارة التحت أرضية. وحده الذي يبني قصوراً من رمال الشاطئ يدرك أن عمله سيذهب بعد دقائق قليلة أدراج الموج وهوى الطبيعة، بينما العمران والعمارة والهندسة ترتكز كلها على مفهوم الاستقرار والبقاء، وهو ما سعى إليه الإنسان منذ قديم الزمان. هو الاجتماع البشري، وهو المجتمع والتاريخ والحضارة. هذا ما يقوله ابن خلدون عن العمران. أما العمارة فهي الفن والثقافة والجمال. وقال كثيرون من بعده إن البناء يتحدث عن نفسه ومكانه وزمانه، وإنه ثقافة شعوب ودليل تطورها. لم ينتج تاريخ المعارف والثقافات شخصية تحدثت وأحدثت علماً أعطاه اسم العمران مثل ما فعل ابن خلدون. هذا المفكر وواضع علم الاجتماع الحديث ارتبط العمران في فكره بالإنسان والمدينة والحضارة والثقافة والمجتمع والاستقرار والدولة. ذلك العمران الذي يدور في فلك الاستيطان البشري، وتدور معه العمارة التي تعرف البناء والتشييد. ليس إلا فضاء يشكله الإنسان لحاضره ومستقبله ولخلوده المعنوي. إلى ذلك الفضاء ذهبت الخطوة السابعة متتبعة خطى العرب في الجزيرة العربية، موثقة العمارة بين الرياضيات والجماليات في يوم بعيد من التاريخ. هذا المدفن ذو الذيل الطويل، ذو العمل الهندسي الدقيق الذي لم يعمل اعتباطاً وإنما بقياسات هندسية دقيقة، ودائرة ضخمة وفي وسطها المدفن. يا الله حرة الحائط هذه، هذا غابة، هنا غابة من الآثار الإنسانية السحيقة. أتينا إلى الحدود الغربية للرمال العربية الربع الخالي، حيث نجد كثرة للمدافن المسمارية فوق جبال طويق المشرفة على مملكة الفاو. حضارة قوم عاد تميزت بالقنوات المائية، وهم الأقدم، أول عالم اجتماع في العالم إنه العالم العربي بن خلدون. صحيح إنه جاء في وقت انحدار العالم العربي والإسلامي، جاب بداية الانحدار قبل 750 سنة، قال كلاماً ما زال علم الاجتماع أو الأنثروبولوجي يبني عليه. ماذا قال؟ قال: الناس متشابهون في كل زمان ومكان مهما اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم، كما أنهم مختلفون
مهما اشتد توجه الشبه بينهم. الله، اختصر علم الاجتماع بهذه الحكمة. في رحلة البحث عن الخطوات الأولى للإنسان في الجزيرة العربية وما وضع في ذلك الزمان من أساسيات هندسية في البناء فوق الأرض أو تحتها للحياة أو للموت أو ما بعده، تعاقبت الخطى لتتجاوز أكثر من 12 ألف كيلومتر داخل وخارج التاريخ. العجيب والغريب أن هذه البيوت استخدمت لاحقاً من أمم كثيرة سكنت هذا المكان، لأنها جائزة باتفاق الأثريين، يعني كاتفاق أولي، أنها قديمة جداً تعود لأكثر من 8,000 و10,000 سنة من الوقت الحاضر. لذلك هي رمز مقدس من الأصل للموتى في الجزيرة العربية، ثم استخدم رمزاً للكتابات الرافدينية. وسط الجزيرة العربية هو أول من تصحر، وهذا مثبت بالدلائل الجيرمورفولوجية. كل عملنا في خطى العرب كل المواسم السابقة من أجل معرفة عروقنا وجذورنا الإنسانية الضاربة في التاريخ، لكي نساهم في استمرار الشعلة التي حملها الأولون لتحريك الطاقات المتجددة في إنسانية الإنسان في الكون كله، في العالم كله. رمل هائل، والمياه تصب عليهم أثناء الحفر، المياه تسيل عليهم، يعني عمل صعب جدا. ناظر رفع السماء فوقنا، فعلا الإنسان يعمل المستحيلات من أجل هذه التقنية. هذه عمارة نادرة جدا، إن شاء الله يوم من الأيام نشوفها تسجل باليونسكو إن شاء الله. تاريخياً وجغرافياً تقترب وتبتعد مواقع الرحلة السابعة على خطى العرب، فتبدأ من العصور الحجرية ثم الطوفان العظيم، تدخل في ألغاز الريح العقيم، ثم تسبح في أنهار وعيون، تقف أمام منحوتات حولت الجبال مساكن خالدة. بقيت لأنها منحوتة في الصخر وليست مبنية من الحجر والطين، ولأنها مرفوعة في مستوى معين من الجبال، فهي بقيت وستبقى ما بقيت هذه الجبال. جذب المياه من البحيرات أسهل من الحفر لاحقاً لتتبع العرق الأساسي للماء، فالأصل ها هنا. والسماء منفتحة بماء منهمر، والأرض متفجرة عيون. كانت لقوم عاد في طورهم الأول في الأفلاج، ثم لاحقاً تطورت وسكنتها أمم من عصور حجرية طبعاً وبرونزية. يقول: كأن السرايا، يعني سرايا الخيل، بين قو وقارة، اللي هي القوارة الآن، عصائب طير ينتحين لمشربي.
بالنزول إلى ميدان التاريخ إلى صفحاته الأولى، هناك باحثون كثر يعيدون كتابة تلك الصفحات التي يليها انتشار الإنسان وتكوين الحضارات الأولى في الجزيرة العربية والمنطقة حولها. عن طوفان نوح قال الدكتور محمد البسطويسي إن الإشارة الإلهية للحدث هي ثوران ذلك البركان الذي بدأ غرب حوض حضرموت، وبعدها انهمرت المياه الغزيرة من السماء، كونت بحيرة هائلة زادت مساحتها عن 30,000 كيلومتر مربع. إذن هو مياه ألتقت على أمر قد قدر لتحمل هذه السفينة التي تحمل أجدادنا وأجداد أجدادنا. ما زال السيل ينحدر نحو الشرق، أتى إلى طويق. ثقل هذا الماء نحر هذه التصدعات، وادي الدواسر. نحن والآن في صدع وادي الدواسر. على الرغم من اتساع تلك البحيرة، إلا أنها كانت محصورة بين جبال الحجاز في الغرب وجبال طويق وسط المملكة العربية السعودية. بحيرة المليون كيلومتر اخترقت جبال طويق في فيضان عظيم، فاتحة الطريق لتوصل السفينة ومن عليها وسط الجزيرة العربية. وهناك رست السفينة على الجودي، ما زال يسمى الطريق من جبال اليمامة إلى المنطقة الشرقية إلى الخليج العربي يسمى الجودي. قال تعالى: واستوت على الجودي. الموت أو الرحيل أو الفناء، غموض أثار إنسان ذلك الزمان القديم وشغل خياله ووجدانه، فابتكر صورة رسمها بتشكيل حر لتصبح لوحة عنوانها الحياة بعد الموت. هم يؤمنون جداً بالحياة ما بعد الموت، ويؤمنون إن فيه بعث. لثقافة ما، لمعرفة ما في ذلك الوقت السحيق، جعلوا رمزية مدافنهم على هذا الشكل. يقول الدكتور قصي التركي إن الإنسان في الحضارات القديمة قبل الديانات السماوية ذهب إلى التأمل، فبنى مدافن بأشكال جمالية ومقاييس هندسية لاعتقاده بأن الحياة فانية وتلك الأخرى بعد الحياة هي الأثمن وتستحق العناء. بذلك تخطى ذلك الإنسان لغز الموت، تاركاً خلفه لغزاً آخر لباحثي اليوم. فهل أراد من لغزه الحوار مع السماء؟ أو هل زاره سكان فضاء بعيد؟ تساؤلات لا تنتهي طرحت أمام هذه الأشكال التي احتلت أسطح الجبال ولا ترى إلا من السماء. لماذا هم عملوا بهذا العمل؟ لماذا هذا العمل الهندسي لا يرى إلا من السماء؟
تقليد وكرمزية للكوكب الساقط من السماء، هم أرادوا أن يعكسوا صورة هذا المكان المقدر لديهم، الذي له قدسية لديهم، لأن فيه شخص مهم مدفون، يريدون لأهل السماء أن ينظروه. عجيب. قبل آلاف السنين حفرت مدافن وبنيت أخرى مسطحة وقبابية وهرمية وبأشكال لا تحصى. قال بعض الباحثين إنها بيوت للسكن، أو مدافن لكبار قومهم، أو مواقع لقرابين، أو حتى مصائد حيوانات، ويرى البعض خيطاً بينها وبين النجوم. نجدها فوق الجبال وفي الأماكن الوعرة، ليست مكان للسكنة، وبعيدة عن الأودية، في أماكن نائية. وأيضاً لم نجد فيها آثار لأسلحة صوانية، فالحيوانات لا يمكن تدخل في متاهات بهذه الطريقة، لأن الجدران صغيرة والأرض وعرة، وهذه الجبال البركانية لا تنبت فيها أشجار لكي تخدع الحيوانات فيدخلون لهذه المتاهة. إذن ماذا تكون إذن؟ لم يعمل عليه دراسة، ولم يعمل عليه تنقيب، وليس من خطى العرب، ليس من مهمتنا بخطى العرب ناخذ عينات، حنا نفسر ونحلل ويأتوا غيرنا المتخصصين. بالحديث عن العمارة نذهب إلى أبنية تحت الأرض وفوقها، مشاقيق عمودية وقنوات أفقية وغرف نحتت في الجبال مزينة فارهة. عن صانعيها تدور الأسئلة في حلقات تتداخل بأخرى، في إحداها يأتي ذكر الأنباط. يقول الدكتور سليمان الذييب إن الأنباط في بداية ظهورهم كانوا أقرب إلى البداوة منهم إلى الحضارة قبل وصولهم إلى الحجر والبتراء. لا شك أن الأنباط كانوا بادية، ولكن كل بادية حاضرة، ربما الجوا هي حاضرتهم، وفي قوة وفي فترة من فترات حياتهم فكروا وتطوروا، يعني تعدوا مرحلة الزراعة إلى مرحلة التجارة، فسيطروا على الطريق التجاري وبنوا حضارات معمارية عظيمة، لكنهم تركوا أيضاً حضارات معمارية في الجوار. ارتباط العمارة وامتداده في الجزيرة العربية، وأنه يعود لآلاف السنين، ونجد أنماط معمارية موجودة في هذه البيوت مستمرة إلى الآن، وموجودة قبل في المدافن، كأنظمة المثلث وأنظمة المربع وأنظمة المستطيل، كلها موجودة في المدافن. هذه البيوت لم تبنى اعتباطاً، بنيت على تجارب سابقة. على خطى إنسان تبدلت أحواله، كان صياداً ومزارعاً ورحالة ومستقراً، أبحر ونجح ثم بنى واستكبر، واستوطن وهاجر وحفر ونحت ورسم وكتب. على خطى ذلك الإنسان ذهبت العربية في رحلتها السابعة، يقود فريقها آلة زمنية متنقلاً بين محطات من التاريخ، متوقفة هذه المرة عند العمارة لتكشف عن ألغاز وحقائق
كانت نسيا منسيا.